سيتواصل الهاكاثون لمدة 6 أيام متتالية بمشاركة العديد من الخبراء والاستشاريين والشباب الرياديين في مجال التكنولوجيا والهندسة الزراعية والقطاع الزراعي. سيتكون هذا الهاكاثون من العديد من الأنشطة من جلسات إرشادية وتوجيهية، بالإضافة إلى تحكيم الأفكار المقدمة للخروج بخمسة أفضل أفكار تكنولوجية إبداعية ليتم تنفيذها فيما بعد وتمويلها وتصبح أفكار ومشاريع حقيقية موجودة على أرض الواقع.